السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بالجميع في تمرين رقم واحد من درس الدالة الخطية والدالة التآلفية. إذن نبدأ بمعطيات التمرين. عرف كل من الدوال F و G و H إذا علمت أن. إذن السؤال الأول، F دالة خطية وأن معاملها هو ناقص جذر جوج على جوج. السؤال الثاني، G دالة خطية وأن F لي ناقص 2 تساوي ناقص 1 على 2. ثلاثة، H دالة خطية وأن تمثيلها المبياني يمر من النقطة A ناقص 3 4. إذن غنبداو بالسؤال الأول، F دالة خطية، ماذا تعني F دالة خطية؟ إذن F دالة خطية تعني F دالة خطية، إذن F لـ X تكتب على الشكل F لـ X تساوي AX، بحيث A هي ماذا؟ بحيث A هو معاملها، أي معامل الدالة الخطية. فهذا السؤال عطينا المعامل كيساولنا ناقص جذر جوج على جوج، إذن أي أن A تساوي ناقص جذر جوج على جوج، وبالتالي F دو X تساوي ناقص جذر جوج على جوج، إذا كنعوضو A بالقيمة ديالها X. إذن هذا هو التعريف ديال الدالة الخطية، أو يمكن لي نعرفها بهذه الطريقة، هذه F نقطتان X مرتبطة بناقص جذر جوج على جوج X. إذن ممكن نعرف الدالة الخطية بهذا التعبير أو بهذا التعبير. هذا السؤال الثاني، الجدال الخطية بحيث، إذن هنا ما عطيناش المعامل ولكن عطينا صورة عدد، نعرفوا أي عدد X الصورة ديالو هي F دو X، وبالتالي العدد ناقص 2 الصورة ديالو F ديال ناقص 2. إذن عندنا جي دالة خطية، إذن جي دالة خطية، إذن F دو X أو جي دو X تساوي AX، يعني أي دالة خطية تكتب على هذا الشكل، بحيث A معاملها. إذن هنا كيفاش غيمكن لي نلقى المعامل ديال الدالة الخطية؟ إذن بشكل عام عندنا المعامل ديال الدالة الخطية كيساوي جي ديال X على X، بطبيعة الحال X خصها تكون كتخالف الصفر، لأن ميمكنش ندير جي صفر على صفر في المقام، إذن صفر في المقام ميمكنليش نكتبو، وبطبيعة الحال X يمكنها تاخد أي عدد ما عدا الصفر. إذن العدد اللي غنستعمل هنا هو العدد اللي عطينا الصورة ديالو، اللي هو F ديال ناقص جوج. إذن A تساوي F ديال ناقص جوج على ناقص جوج. إذن F ديال ناقص جوج كنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي ناقص واحد على جوج، إذن هي ناقص واحد على جوج على ناقص 2. إذن عندنا ناقص واحد على جوج كنضربو في المقلوب ديال المقام. شنو هو المقلوب ديال المقام؟ هو واحد على ناقص جوج أو ناقص واحد على جوج. ناقص واحد على جوج في ناقص واحد على جوج، إذن ناقص في ناقص زائد، واحد على جوج في واحد على جوج، كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذن A كتساوي لنا واحد على أربعة، وبالتالي هنا راه جي ماشي F، وبالتالي جي ديال X تساوي واحد على أربعة. إذن عوضنا A بالقيمة ديالها X. السؤال الثالث، H دالة خطية بحيث تمثيلها المبياني يمر من النقطة A. إذن H دالة خطية، إذن H تكتب على الشكل، إذن H دو X تساوي AX، بحيث A معاملها، أي معامل الدالة الخطية. إذن هنا كيفاش غيمكن لي نلقى المعامل ديال الدالة الخطية؟
طبيعة الحال هنا عطينا واحد النقطة من التمثيل المبياني. اش كتعني نقطة تنتمي إلى التمثيل المبياني؟ إذن بشكل عام أي نقطة فالإحداثية ديالها هي X F دو X، يعني هنا XA F ديال XA. إذن أي نقطة فملي كنديرو XA راه كنديرو الصورة ديالها هنا. مثلا إذا كانت نقطة مثلا واحد راه هنا F دو واحد، A ديال جوج F دو جوج. إذا حنا عندنا A ناقص ثلاثة يعني A ديال ناقص ثلاثة F ديال ناقص ثلاثة، ماذا يعني؟ يعني أن F ديال ناقص ثلاثة ماذا تساوي؟ تساوي أربعة. إذا لقينا صورة عدد، وبالتالي كنطبق القاعدة. إذا A شنو كتساوي؟ كتساوي لنا F ديال ناقص ثلاثة على ناقص ثلاثة. إذا F ديال ناقص ثلاثة راه كتساوي أربعة على ناقص ثلاثة. هذيك الناقص كنطلعها الفوق كتولي ناقص أربعة على ثلاثة. وبالتالي فالدالة اش هنا دائما راها اش وليس اش دو اكس، اش دو ناقص ثلاثة. في جميع الحالات راها اش ماشي اف. جرت العادة ان دائما الدالة كناخدو لها اف، على داكشي وقع لينا هاد اللبس. اذا اش ديال اكس تساوي ناقص أربعة على ثلاثة إكس.